السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك شيء يفعله بعض الشباب، اغتروا ببعض الوهابية السلفية، وهي بدعة من البدع المذمومة، بل من البدع المكروهة التي لا يجوز أن يفعلها المسلم، لأنها في الصلاة، خاصة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما هي هذه البدعة؟ هي قولهم حينما يكون الإنسان راكع فيرتفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ثم يعيد يديه هكذا. هذا الشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأنت بهذا بالإسبال، ثم بعد ذلك تسجد. لكن أن تعيد يديك إلى الضم، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يفعله السلف، بل لم يفعله التابعين، بل لم يفعله أئمة أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة: الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، بل فعله بعض علماء هذا العصر، يعني العلماء المعاصرين، بس الذين قد توفوا. منهم من يقول على أنه ابن باز أول من ابتدع هذه البدعة المكروهة والعياذ بالله. فتجنبوا مثل هذه البدع، صلوا كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضم بعد الركوع. السلام عليكم ورحمة الله.